السلام عليكم، برحب بحضراتكم. النهاردة ضفنا شاب من شباب المبتهلين أصحاب صوت الجميل، من مواليد محافظة بني سويف، تخرج في كلية التجارة، عشق الابتهال منذ طفولته. ضفنا النهاردة المبتهل الشيخ محمد أبو زيد. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، شرفنا ومنورنا، وكل سنة وطيب، رمضان كريم. حضرتك طيب يا رب، وكل السادة المشاهدين كده يا رب بخير كده، ورب يجعله كده شهر مبارك عليهم وعلى أسرتهم يا رب العالمين. يعني نخش على طول في الموضوع، وتسمعنا ايه في البداية؟ ان شاء الله رب العالمين نبدأ كده في حاجة في مدح حضرة سيدنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لسيادة الكونين لفضيلة الشيخ محمد عمران. يا سلام، ربنا يعزك يا رب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضا، أرجو رضاك، أرجو رضاك، وأحتمي وأحتمي بحماك، أرجو رضاك، أرجو رضاك، أرجو رضاك، وأحتمي بحماك، والله 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 يا خير الخلائق، إن لي قلبا مشوقا لا والله 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 يا خير الخلائق، إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. النبي صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله.
ربنا يعزك يا رب يا استاذ. قوه ومرونه ومساحات صوت وعرب واحليات، الجمال ده ربنا يعزك رب. ده جمالك والله يا استاذنا، والله يعني يا حضرتك يعني والله انا يعني بتفرج على حضرتك دايما وانت بتقول ربنا يعزك كمان يعني فده شرف ليا والله ان انا ما شاء الله عليك يعني والله. منورنا ومشرفنا. ربنا يعزك يا رب. شكلك سنك صغير يا محمد، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 23. بسم الله ما شاء الله. طب 23 سنه وبتقول بهذه العظمه وهذه القوه، ربنا يخليك. انت يعني من كام سنه وانت بتبتهل وبتنشد، وامتى عرفت ان انت صوتك حلو؟ هو الناس شاورت عليك خلي بالك الراجل صوته حلو. اه ده كمان يعني والدتي ليها طبعا الفضل طبعا، ربنا يديها الصحه، ربنا سبحانه وتعالى وخلي الشيخ ربنا يديله الصحه يا رب. من بدايتي وانا في الابتدائيه ان والدتي مدرسه يعني، فكان بيطلعني بقى في ايه في الاذاعه المدرسيه ان انا اقول يعني عشان صوتك حلو ولا عشان ابن مدرسه؟ كده وكده يعني ماشي. هي كده تمشي كده وانا كنت بسالها يعني قالت لي انت اول عشان انا هي في المدرسه فانت هتطلع، وهي كانت بتقول لي انت صوتك حلو يعني. لا ما شاء الله صوتك جميل ربنا يعزك رب. قالت لي بدل ما تستغله في الاغاني وكده، انا كنت حابب طريق الاغاني وكده، قالت لي لا خليك في يعني البدايه يعني. كانت من عند والدتك؟ اه كانت من عند والدتي ما شاء الله في المدرسه بس. فطلعت بقى ان انا ابدا اقرا قران وابدا امدح في حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبدات ان انا اقول طلع البدر علينا، ومن هنا بقى بدات ان انا يعني البدايه كانت طلع البدر علينا طبعا. طب نسمع طلع البدر علينا. ربنا يعزك ده اكيد طبعا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، سقاه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع، وعلى البحر شعاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انا مستمتع مش عاوزك تخلص والله. ربنا يعزك يا رب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يعزك يا رب. وانت بتشرح في البدايه انه والدت حضرتك وقلت خال الشيخ. اه. لا احكي لنا قصه خالك الشيخ. والله هو خالي الشيخ لاني برضه ماشي في طريق الاغاني. فجي جابني في يعني انا كنت مهمل يعني صراحه في قراءتي للقران الكريم وفي متحف حضره سيدنا النبي. صلى الله فبدا يحطني بقى على خطى حضرة سيدنا النبي، وبدأ يعلمني بقى ان انا ايه ياخدني معاه السهرة وهو بيقرأ. هو خالك قارئ؟ اه قارئ القرآن الكريم. اسمه ايه؟ اسمه فضيلة الشيخ عبد العالي الملا. ما شاء الله ربنا يديله الصحة. وشرطة الشيخ عبد العالي الفاشني يعني ربنا يديله الصحة يا رب. ما شاء الله. ان هو كمان يعرف حضرتك يعني. ده شرف لينا. أول حاجة خالك حفظها لك ايه؟ هي أول حاجة حفظها لي الحمد لله الذي أنار الوجود. نسمع الحمد لله الذي أنار الوجود. أكيد طبعا. اتفضل. الحمد لله الذي أنار الوجود،
أنار الوجود، أنار الوجود بطلعة خير البرية، خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الرباني، قمر الهداية وكوكب العناية الرباني، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه، من تولاه مولاه، بالحفظ والعناية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام. من تولى من تولاه مولاه، من تولاه مولاه بالحفظ والعناية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين والسامعين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يعزك رب يا استاذ. دخلت كلية التجارة، يعني ما شاء الله في المدرسة كان في دعم، وبعدين موهبة ظهرت، وبعدين خال حضرتك شيخ طبعا وبدأ يحفظك. طب ليه ما دخلتش حاجة تدرس فيها نغم أو مقامات أو ما إلى ذلك؟ ليه دخلت كلية التجارة؟ أنا جيت في الأول، المفروض كان والدي كان هيدخلني الأزهر، بس في حد ناس قال له إن مذاكرتها كتير أو كده، أنا ما بحبش أذاكر كتير الصراحة يعني. فجت بقى إن أنا دخلت، أنا أصلا يعني هاوي التصميم الجرافيك أصلا مصمم جرافيك، مصمم جرافيك أصلا. ده أنت فنان موهوب. ربنا يعزك يا رب. فهي انا كنت بفنون جميله في جامعه المنيا، وامتحنت اختبار القدرات يعني ونجحت فيه، بس المجموع بتاعي ما جابش. يعني انا كنت جايب مجموع في الثانويه العامه يعني، ما شاء الله واضح اقوله يعني ولا لا؟ مش مشكله. فدخلت. بصوا، مش شرط ان انت في الثانويه العامه تكون جايب، ودي رساله لكل الشباب اللي بيشاهدونا يعني، مش شرط تجيب 100% او حاجه. كل حد هو شاطر في حاجه، وربنا عز وجل عاطيله موهبه في حاجه معينه. مش كل الناس هتطلع اطباء ولا صيدله، اكيد في تخصصات تانية. اكيد طبعا. فالثانويه العامه مش نهايه المطاف يعني. ده اكيد. وكمان انا لما دخلت كليه التجاره لقيت
ربنا فتح لي الابواب من حيث لا تحتسب. يعني اول ما دخلت انا دخلت على المسرح على طول، بدات اسال بقى على موضوع اول حاجه قلتها في الكليه. اول حاجه قلتها في الكليه اللهم صل على حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الهي انت الاحسان اهلا. فاكرها؟ اه. طب نسمع. إلهي أنت للإحسان أهل، إلهي أنت للإحسان أهل، ومنك الجود ومنك الجود وال فيض العميم. إلهي إلهي فاز من ناداك ربي، أتاه الخير أتاه الخير أتاه الخير حقا والقبول. إلهي زحزح الأسواء عني، إلهي زحزح الأسواء عني، وألبسني المهابة يا جليل. النبي صلوا صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله ما شاء الله. طب احنا يعني اللي سمعناه دوت اخر حاجه او اول حاجه انت قلتها داخل الحرم الجامعه. كويس. اتخرجنا، اول حاجه واجهت بيها الناس بره الجامعه بعد ما اتخرجت. بعد ما اتخرجت بقى بدات ان انا يعني اركز شويه بقى في الانشاد، ف جات كده كنت بسمع الشيخ إيهاب يونس، فسمعت هو بيقول الليلة حلوة حلوة الليلة دي. الشيخ إيهاب يونس طبعا الصوت الجميل والعظيم طبعا. ما شاء الله. نسمع الليلة حلوة. الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة حلوة بالصلاة الهادي الله، الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة 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 بالصلاة الهادي الله. طير يا طاير هات البشاير، طير يا طاير هات البشاير، دي الليلة حلوة 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 الليلة دي أمة سيدنا محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله، أمة محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله، عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، دي الليلة حلوة حلوة الليلة دي، الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة حلوة بالصلاة الهادي الله.
طير يا طاير هات البشاير دي الليلة حلوة 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 الليلة دي الليلة حلوة وصوتك حلو ورمضان حلو والانشاد حلو بسم الله ما شاء الله ربنا يا مستر والله انا مبسوط جدا ان انا يعني ان انا جيت اكسترا نيوز انا من امنيه حياتي ان انا كنت بتمنى من ربنا والله كنت بصلي بدري ان انا اطلع ضيف اكسترا نيوز والله يعني ونورتنا ربنا يعزك ربنا يعني قدامنا دقائق ولكن برضو عايز اعرف انت كلمتني عن الشيخ ابي يونس وانا التقيت الشيخ ابي يونس محنجره بسم الله ما شاء الله يعني ما شاء الله عادي يعني بتحب تسمع مين تاني من المشايخ هو يعني في بقى من المشايخ القدامى الشيخ محمد عمران يا سلام طبعا لما يعني كمان بدات بالشيخ عمران النهارده يعني ده لازم يعني فليه سياده الكونين يعني انا من عشاق الشيخ محمد عمران يعني ما شاء الله يعني رحمه الله عليه صوته ما شاء الله في روح ويخليك انك يعني تعشى الانشاد وتعشى الحاجه اللي انت عايز وانشاد وقران كريم قرآن يعني عنده كريم سورة كمان سورة الانبياء بالتحديد كمان مميز فيها جدا ما شاء الله ما شاء من الحاجات الله. المشهوره لي يعني انا على طول بسمعه او بسمعه في القران بس ما سمعتش ما كملتش عني لا اسمع الشيخ عمران وكل المشايخ الكبار سواء كان في الابتهالات او الانشاد وكمان التواشيح عارف فكرة نعم. انه الشيخ يقول وربطانة زي فضيلة الشيخ طه الفاشني طبعا ده حاجة يعني ما شاء الله يعني رحمة الله عليه يعني مش عارف احفظ بحاجة ولا لا هو كان في حاجة كده يا رسول الله نور مع قول اللي انت ايها المختار قول اللي انت فاكره احنا نقول كده نختم بيها دي الحلقة بس انت هتكمل معنا كمان حلقة لانه يعني الصوت الجميل ده ما ينفعش نسيبه ربنا يعزك يا مصدر ده اللي مبسوط ان انا معاكم حبيبي ربنا يخليك يعني شرف ليا رسول الله نور لا يضاهى يفوق الشمس في أبها ضحاها فلا يخبو إذا ما الشمس ضاءت لو القمر المنير إذا تلاها فيا بدر الإله إذا تجلى ويا نور السماء في سماها يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله أجمعين. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يعز حضرتك. يعني الوقت معاك مر مسرعة، فأنت توعدنا بحلقة كمان في إني ببابك. تشرفنا وتنورنا. ده طبعا ده شرف ليا، شرف ليا يعني. نورتنا وشرفنا أبو حميد ومحمد أبو زيد، زادك الله من خيره وكرمه. يا رب. كان محمد ضفنا في هذه الحلقة من إني ببابك. إن شاء الله لنا حلقة أخرى مع محمد نستمتع أكتر. أنا واثق أن عنده حاجات تانية خالص غير اللي احنا سمعناها، هتشوفوها إن شاء الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، وهذه تحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.